اخي احنا ناس من الفلوجة هنا، وناس من البيجي ومن صلاح الدين، وعدنا اطفال وهاي معاناتنا نشوفها كل زين. انتو نطلب من الله ونطلب من سيد المحافظ يعني يسهل امرنا، يسهل امرنا. تدري انت هسه عن هذا الشتاء القارص والامطار القزيره وكذا، فيقول تعالوا طلعوا يعني بهاي الايام ما نطلع. يعني انت عندك تدري هاك بحال الاطفال، كل واحد عنده اربع اطفال خمسه يعني، وتروح على مخيم ليلان، مخيم ليلان عندك علم تستاذ قرقانه تمام، وكهرباء ومعاناته حيل تعبانه. احنا ما بس نطلب من الله، قلت لك من سيد المحافظ، اردنا فد شهرين شهر بين الله يفرجها علينا بيوتنا ونرجع، لا اكثر يعني هذا نريده. ثلاثة على مود المطر يعطينا مجال، لو معطينا مجال لو خلينا قبل الشتية احسن، لو يعدينا المطر. وين راح تروح؟ والله شوفني مكان حاليا ما عندي مكان يعني اروح لي. شلون تقضي ليلك؟ شلون تقضي؟ والله بهذلة مطر وطين وبهذل. بهذلة؟ اي والله. لا والله ماكو شغل. معتمد على شنو؟ والله هيك كاسب، نبغى تيجي كل ما تشتغل نبغى ما تشتغل. اي شلون قضيت الليل البارحة او البارحة على هذا المطر؟ شلون كانت الخيمة مالتك؟ والله بهذلة بس شنو تسوي؟ امتنع الكثيرون منهم من التحدث خجلا من الكاميرا ومن الناس، حيث كانت في السابق ديارهم مضايف عامرة أبوابها مفتوحة لكل قادم. أما اليوم فديارهم دون أبواب تنتظر معينا أو فاعل خير، ورغم شدة معاناتهم إلا أن علامات الحمد والثناء على وجوههم كانت مرتسمة، لأنهم ببساطة شديدة يقارنون أوضاعهم بنازحين آخرين قد غمرت المياه ديارهم. جاءنا أبو أحمد وهو يعبر هذه البركة الكبيرة متعطشا للتحدث إلى المعنيين عبر عدسة سامراء، ليشكي معاناة ليلة مضنية لم يذق فيها طعم النوم، وهو يخرج الماء من خيمته خوفا على صغاره. عم احنا 10 نفرات قاعدين بخيمه، وظلينا قاعدين للصبح، المي صعد علينا واصبحت الدنيا قمنا نروف للمي، ولا صوبه ولا كل شيء، ولا وحتى الفرش ما تكفينا. ها والله جانا حد يسجلنا ويروح، ما فهمنا اي نتيجه. جت منظمه سجلت بس ما فهمنا اي نتيجه، اي نتيجه ما فهمنا. والله وين نروح؟ وين ننطوجونا؟ الهياكل موجودة، يريدون آجارات، آجارات ما عندنا. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فهذا المواطن المبتلى بالنزوح والمطر يعاني ابنه إعاقة لا تعالج إلا بأموال طائلة، فجاء به ليعرضه على الشاشة بعد أن يئس من عرضه على الأطباء أو المنظمات الخيرية. سويت لخمس عمليات، ودكتور هذا عملية النقطة عليه 7.5 ملايين،
وهي حالتنا. والليل مالنا غرقنا هدومنا ملابس كلها غرقت راحت. وقبل نتفه بالليل كلنا نتفن. لا مفرش عندنا، لا صوابات عندنا، لا كل شيء ما عندنا. وهاي حالتنا. ورد الله يفرجها علينا. على شنو جايين؟ والله وعدنا تنور مكسر هذا مكسر ولا كل شيء ما عندنا. كهرباء ما تتحمل. واير ما يتحمل مال الكراستين.